عرف عن حالك وشركتك. كيف ستارت اب بحرين وليش بلشت ستارت اب بحرين؟ اوكي، اسمي احمد السوافيري، فاوندر اوف ستارت اب بحرين. طبعا فكرة المجلة جات من منطلق ان البحرين اليوم فيها كثير من برامج الدعم المتوفرة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. في نفس الوقت في كثير قصص نجاح في البحرين لرواد اعمال ناجحين الخدمات مالتهم او بضائعهم يسوقونها خارج نطاق البحرين. فكانت فكرة المجلة جاءت من منطلق ان هذه الحركة الريادية كلها قاعدة تصير من غير وجود تغطية إعلامية متخصصة في مجال ريادة الأعمال. فكانت فكرة المجلة بالتركيز على قطاع ريادة الأعمال. نعم. شو هي أكبر تحديات اللي بتواجهها يعني بشركتك؟ أوكي. أكبر التحديات اللي نواجهها اليوم، لأن فكرة المنتج أو فكرة مجلة ستارت اب بحرين كانتراكتيف ماجازين أو كانتراكتيف تابلت ماجازين، لأن الفكرة كبيرة جديدة على السوق، فهذه يكون عبء علينا إحنا من منطلق إن إحنا لازم نسوق المجلة بشكل أكبر، لازم نعرف على المجلة، نتكلم عليها في وسائل إعلام مختلفة، نحاول نوصل إلى الناس. لما نتكلم احنا في العادة عن مجلة ستارت اب بحرين كثير ناس يقولون طيب وين نقدر نحصل النسخة هذه، فلما يكون الجواب انه موجودة على الايفون وعلى الايباد الرياكشن نوعا ما يكون فيه استغراب. ليش؟ لانه ما في مجلات بحرينية اليوم على الايباد او كانتراكتيف تابلت ماجازين. في نفس الوقت من اكبر التحديات اللي نواجهها انه لما نتكلم مع شركات او potential advertisers دائما السؤال يكون طيب كيف الانتشار المجلة، كم عدد الداونلودز اللي عندكم، الأمور هذه. في نفس الوقت الادفرتايزرز يحبون يشوفون أرقام، فلما تكون مجلة جديدة طبعا الموضوع الأرقام يكون جدا صعب، لأن المجلة توها قاعدة تبتدي وقاعدة تكبر، فالموضوع يحتاج إلى صبر كبير. في نفس الوقت يحتاج إلى ثقة في المنتج اللي الواحد قاعد يقدمه. وكيف كان الإيكو سيستم ببحرين؟ بالنسبة للإيكو سيستم في البحرين، أنا أشوف أن الإيكو سيستم في البحرين جدا ممتاز، لأن البحرين فيها العديد من المصارف اللي توفر تسهيلات مصرفية لرواد الأعمال. في نفس الوقت توجد مؤسسة مثل تمكين توفر دعم جدا ممتاز للقطاع الخاص والشركات الناشئة. وفي نفس الوقت يعني ما شفت مؤسسات تشبه تمكين في الوطن العربي او حتى على نطاق دول الخليج من نطاق الخدمات اللي قاعده تقدمها للمؤسسات. في نفس الوقت عندنا الحاضنات او البزنس انكيوبيترز، قبل كم من سنه كان عندنا بزنس انكيوبيتر واحد، اليوم عندنا ثلاثه وفي اكثر من أربعة أو خمسة بعد جايين في الطريق. وشو القطاع المفضلة؟ أنا بحكم ما عملنا في مجلة ستارت اب بحرين والطبيعة رواد الأعمال اللي نتلاقى معاهم، شايفين إن أكثر التوجه يمكن أكبر قطاعين في عليهم حركة من قبل رواد الأعمال هو قطاع التكنولوجيا وقطاع الفاشن اندستري. فهذه القطاعين اللي نشوف عليهم حركة كبيرة يعني من قبل أو إقبال من قبل رواد الأعمال. كيف استفدت بالمناقشة اليوم؟ شو شفت؟ والله الإيفنت اليوم، الفعالية اليوم كانت أكثر من ممتازة بالنسبة لنا كمجلة ستارت اب بحرين، لأن طبعا كانت فرصة جدا ممتازة بالنسبة لنا على أساس أن احنا نتكلم عن العوائق والتحديات اللي نواجهها ونستمع إلى النصائح الإخوان اللي موجودين سواء الانتربرنورز رواد الأعمال أو حتى المنتورز اللي موجودين. في نفس الوقت كان بالنسبة لنا كانت الفعالية اليوم بالنسبة لنا جدا ممتازة، لأن تعرفنا على كثير من رواد الأعمال اللي موجودين اللي هم جديرين ان احنا نغطيهم في المجلة في الأعداد القادمة ان شاء الله. ممتاز، شكرا لوقتك. شكرا جزيلا لومضة ويعطيكم ألف عافية، وان شاء الله تكونوا استانستوا في البحرين.